وهذا سائل أثابكم الله يقول: والدتي تقوم كل عام بصيام شهر شعبان من أول يوم فيه إلى اليوم الخامس عشر، فهل يعتبر ذلك بدعة أم صيام لا هذا السنة، هذا السنة، هذا السنة، الإكثار من الصيام في شهر شعبان هذا السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، وهو قبل رمضان، قبل رمضان فهو يصوم تطوعا قبل صوم الفريضة، مثل ما أنك تصلي الراتبة قبل الفريضة. نعم.